السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا كامل مليح. اليوم مع وصفة جديدة، وصفة البغرير الغرايف ولا تغرفين. هاد الوصفة التقليدية المعروفة اللي نحبوها كامل كبار وصغار، تصلح من للضيافة للعراضات. فريمون وصفة ما شاء الله كامل نحبوها، وما تسمنش يعني بزاف كوم ديروها بالسميد ماشي بالفارينة. بداو على بركة الله. عندي هنا 5 كؤوس تاع سميد كيما راكم تشوفوا، هذا الكاس كاس العنبه يعني رطل تاع سميد. راح ندير معاه 2 مغارف كبار تاع الفرينه، مغرف كبيره تاع السكر باش تفعل لينا الخميره، ونص ملعقه قهوه تاع الملح. نخلطهم غير بالمغرف. انا هذه الوصفه راح نديرها لكم باليد بدون خلاط، كاين بزاف اخوات ما عندهاش خلاط. ما تستعجل ما والو، غير بيلي تخلطوا شويه وتجيكم بغرير الله الله مثقوب ما شاء الله. هاوليك دخلت شويه هذيك الفرينه مع السميد والسكر والملح. عندي ملعقه اكل ما يعادل هذا الساشي تاع 10 غرامات، ملعقه اكل تاع خميره الخبز هايليك قدامكم، كونش عامل بزاف، ملعقه ممسوحه يعني مسطحه. عندي 2 ملاعق اكل، عفوا 2 اكياس تاع خميرة الحلويات، وملعقة أكل خميرة الخبز. خميرة الخبز نبدأ بها، وعندي حبة بيض، والطياب راح يكون في المقلاة في الطاجين ولا لا كريبيا. نبدأ بالماء، بسم الله. الماء راهو عادي من الغوبينيه، كما رانا في فصل الصيف كي ديروه في الشتاء ديروا ماء يكون شوية دافي. دونك نحي هاد الملعقة ونبدأ ندير بالخلاط اللي درويه. بسم الله، على الأقل راح تديلنا 5 كيسان، هادي على الاقل. هي جينيرالمون تدي شويه اكثر الا كان سميد مليح. هنا راني نسرعه فلافه، نزيد نجيب الماء 4، وهذا 5. 5 كيسان سميد ديروا لهم 5 كيسان تاع الماء. دونك نبدا نخلط قدامكم وتشوفوا القوام تاع العجينه، اسكو نزيدوا لها الماء ولا لا. يكون سميد شويه ناقص لا كاليتي، يعني ماشي جوده عاليه، ما نزيدولوش الماء. 5 كيسان تكفي. كي يكون سميد جوده عاليه نزيدولو شويه الماء باسكو يشرب، نقولو فيه الغرا كيما نقولو هكذا. نحلو هاد العقل، ندخل هاد المكان في السميد والخميره يتخلط لي مليح. اللي عندها الخلاط مباشره دير في الخلاط ولا مولينكس يتلحق غابيدمون. كيما راكم تشوفو السميد تاعي ذو نوعيه جيده، مباشرة راهو يتكاثف الخليط. البغرير كيما نعرفو كامل يجي جاري، يجي شوية أثقل على الكخيب هكذا. نزيد شوية ما. أنا هنا راني نقيس على جال المبتدئات، شتو درنا 5، راح نزيد كأس فيها كيما راكو تشوفو 6، ونوجد واحد آخر ونشوف على حسب نوعية السميد اللي تستعملو. انا هاد السميد يشرب ميم سي فريمون ما فيهش العلك بزاف، ما نقدرش نديرو به مطلع ولا ماهوش نوعية جيدة، بصح يشرب الماء. هاي اللي كان يحرك غير بيدي، انا نخلط هكذا غير بالعقل. اللي تحب دير في الميكسر دير ديراكتومون في الميكسر، ولا تجيب ان بغا. هنا نشوفو فيه جاري شوية، راني دايره 6 تاع الكيسان. في هاد المرحلة راح ندير الخميرة، من بعد ما عرفت القوام تاعو تاع الماء لي نقدر نزيد نديرلو الخميرة ماشي من البداية. لي ديرو في الميكسر حتى تخلط شوية واحد 5 دقايق باش تزيدلو هاد الخميرة تاع الحلويات. متقولوش بزاف 2 كيسان، شوفو الله يبارك ولا سلاطي يتعمر. هنا راكو تشوفو الخميرة راهي تكاثف ديراكتومون، ديري هادوك لي بول سوتو مع الحال راه سخون. انا في الصيف يا ريان هادي سخانه، ربي يحسن العوان. درك حبه البيض تاعي هي الاخرى، حبه البيض تاعتي خفه في البغرير صدقوني، تعطي خفه ما شاء الله. خلي اللي يدير البيض في البغرير صدقوني ما تتلاقى ولا بالطعم تاعو ولا باللون تاعو، يعطيكم فريمون بنه وما تفيقوش كامل بلي فيه البيض. كاين بزاف بنات سورتو لي توحموا ما يحملوش ريحه البيض، بصح صدقوني كي ديروا حبه البيض في البغرير تعطيكم الاختلاف.
راكم تشوفوا امي غير بيدي نسيت نخلط مليح مليح باش ما تبقى لي حتى حبيبه تاع سميد، خاطرش هذا البغلين ماهوش راح يبقى على الدار يتنفخ. ولا راني ما قطعتش الفيديو، راني نخدم معاكم غير بيدي، نحركو هكذا حتى تبدا تخرج لنا هاد الفقاعات. نتمنى راهم يبانو في الكاميرا وبلي كيما راكو تشوفوا يبدا يدير فقاعات. راكو تشوفوا هاد الفقاعات كي يبدا يكثر الفقاعات من الفوق صافي يدير الخليط، الخليط راه مليح راه تخلط مليح مليح. ونصيحه كي ديروا البغره تاعكم يطيب فوق النار، الا شفتوا بلي جاكم شويه ثقيل ماشي ثقب مليح صافي دير العجينه تاعكم راهي شويه ثقيله كيما هادي، راني نشوفها شويه ثقيله كيما شفتوا معايا درنا 6 كيسات تاع الماء، هنزيد تقريبا نصف شفتها شويه ثقيله ما بغاتش دير لي الفقاعات، راني زدت لها الماء وصدقوني حتعطينا نتيجه ما شاء الله. تعيهم لا دغوات دورو لا كوش هكذا، وصدقوني والله العظيم ماشي متعب غير باش نريحو يدينا. وانا تاع هذه لي دو كوتي هكذا دونك انا نخليها هنا، نمشي غير لو طون اللي نشعل على لا كريبيير تاعي. انا عندي هكذا ان بيتيت كريبيير باش يجيني كميه كبيره، اللي تحب دير كبيره بزاف ولا دير طاجين كيف كيف على لو شوا. درك نديرها على نار فريمون قليله تسخن لي غير بالعقل باش نبداو نطيبو البغرير تاعنا. راه تاعك تنوعت كيما راك تلاحظو، هاوليك دير هكذا خرجولي هاد الفقاعات صافي دير ومخلط مليح مليح وراح ينجح معايا بإذن الله. بعد ما سخنت المقلة تاعي مليح مليح نولي العجينة تاع البغرير نخلطها إلى تخلطو، لازم كل ما تجي ديرو البغرير تعاودو تخلطوه كيما هكذا. وهنا عندي شوية تاع مارغارين ولا زبدة تكون دايبة هكذا، باسكو لا كريبيير ساعه تلصق الحبه الاولى بعد اذا شفتوها ما تلصقش سي بون، اذا شفتوا المقله تاعكم تلصق شويه شوفوا تبان في الكاميرا هنا راهي تبان مليح. بسم الله نعمر غراف ولا لالوش هكذا، نمشي هذه يدي نوري لكم حتى البنات اللي عمرهم ما داروا البغرير غير هكذا نمشيها غير بالعقل كيما نديروا لك حاب، ونشوفو ناقص شويه نزيدوها. بالنسبه للبقره الكبيره ديروا زوج كيما هادو، شوفوا راهي غير في يديا ديريكتومون راهي مثقوبه مازال من با ما حطيتهاش فوق النار، هاي لك راهي على نار قليله بل بزاف راهي تتثقب غير بشويه. كي تشوفوا هكذا تثقب صافي دير العجينه تاعكم راهي معجونه مليح، يعني لاباط تاعكم راهي مخدومه مليح، كواكو ما شعلنا باتور ما درنا خلط ما والو غير بيدنا حركناها شويه كما راكو تشوفوا، وحبه البيض هذيك تعطيها واحد الخفه والهشاشه ما شاء الله. هنا راهي بريسك طايبه، تشوفوا هاد الجهه ناقصه شويه طياب، واش ندير ندور المقله تاعي للجهه اللي راهي طيب مليح. هنا انا نطيب فوق لا كويزينيا فوق لو ريشو يجي طياب خير وخير، سورتو الا درتوها في طاجين هاي لك راهي فريمون خفيفه ومثقوبه ما شاء الله. دونك ديريكتومون كي نشفو هاد شويه تاع العجين نديبراسيها فوق الطبسيل، نجيبها ديريكتومون باش نوري لكم من التحت كش راهي طايبه. شوفوا راهي بيان دوري من التحت، نحبهم من نحبهم لا محروقين لا بيوضه، ديريكتومون نرد لا كريبيير تاعي فوق النار باش تسخن ونرفد هنا بالبانسو غير شويه تاع زبده هكذا، زبده هنا راهي طريه كون الحال سخون في الشتا ترفدو مورسو تاع زبده وتحكو هكذا. وبيان سور لا روسيت الاصيله تاع جدودنا يديروا عليها زيت الزيتون ولا دهان عرب اللي متوفر عندكم ولا سمن هكذا كيما راكم تشوفوا راهي مازالها سخونه. شوفوا راهي الله يبارك تتلوى وحدها راهي مثقوبه ما شاء الله هكذا. نزيد نطيب حبيبه واحده اخرى قدامكم هكذا، ديما نولي نخلط نحي كامل هاد الفواجي تاع الزبون، نخلط غير هاد بهاد لالوش بهاد الغراف قبل ما نحط. بسم الله نتوما كي ديروا الاول تشوفوا شحال رفدت لكم، هاي تدي لي هاد لالوش وشويه على حسب المقله تاعكم هكذا، راهي بدات ديجا تثقب. نكمل نحطها فوق النار
هاي ليك مباشره طنايه بدات تقب من لي كوتي ونسخ على لا كريبيير وبدات تقب في الوسط. في بضع ثواني راح تولي كامل مثقوبه. ليسونسييل خلو لي النار قليله فريمون قليله، ما تقوها ما والو، هكذا غير بسياطه راح تطيب لكم لا كولور شابه من التحت وتجي كامل مثقوبه. انا راني ما قطعتش كامل الفيديو، انا خليتكم تشوفوه ملي حطيت الحبيبه حتى نطيب. سورتو المبتدئات مش ميتقلقوش، ساعات تجيكم الحبه الاولى على حسب نوعيه السميد تجيكم ماشي مثقوبه مليح، واش ديروا؟ زيدوا شويه ما واحد نص كاس تاع الماء اللي كيلدوا به وخلطوا مليح مليح وزيدوا طيبوا، تشوفوا بلي يجيكم مثقوب الله الله. كي خص ثقاب يعني ما يجيش مثقوب مليح صافي دير خاصو شويه ما. هذا ما كان كيما شفتوا قاعد لي غير شويه هنا تنشف ونجيبها ندهنها كيما الاولى. هاي لي كاني جبت نحب حوايج بزاف تقليديين نحافظ عليهم كيما هاد لا دوزيام. واش ندير؟ راح ندهنها هكذا وهي في المقلاة باش ما نوسخش الصباصه، ما نحطش الماي بزاف كيما راكم تشوفوا، ندهنها غير هكذا. صدقوني هذا مشروع مربح جدا للماكيتات بالبيت، تقدروا ديروه للمقاهي، تقدروا ديروها للناس للاعراس هكذا، راهي طايبه. حطها غير هنا هكذا في الطرف لطول اللي نحط لا كريبيير تاعي فوق النار ونجي نقلبها على خطها. موالفين الوجه نديرو وجه مقابل وجه، على بها نديرو شويه زبده باش ما يلصقوش او ميم طون يعطينا مذاق شباب. والاخرى راح نحل وجهها الفوق وهي رايحه حتى نديرهم زوج زوج سوفون دي بيلي. درت انا راح نكمل نطيب لي كريب الاخرين للبغرير الاخر. شفتو الزبده درت غير المره الاولى باش ما تلصقليش، من بعد هانيش ندير نمشيها غير هكذا، نحرك يدي غير بالعقل في المقلة تسقم روحها وتبدا ديريكتومون تتثقب. نكمل نطيب البغرة تاعي كامل الله يبارك، راني دايرة كمية كبيرة ومع المقلة صغيرة راح نفوت 12 حبة ما شاء الله. كي نكمل كامل طيب نوريه لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاوليك احبتي البغرير تاعنا بعد ما طاب هاو جا كامل مثقب خفيف كيما راكم تشوفوا، ونتحكم فيه كيما نحب. تقدروا تناولوه مع السكر مع العسل لا كونفيتور لو شوكولا اللي تحبوا. نقول لكم بالصحه والراحه، نتمنى الوصفه تاع اليوم اللي كانت سهله بالبزاف بدون خلاط بدون مواد كبيره غير برطل سميد درنا 14 حبه تاع البغر الله يبارك. نتمنى تكون نالت اعجابكم، تحضروه ان شاء الله في اقرب فرصه. ما تبخلوش عليا باللايكات بالتعليق والاشتراك في القناه اللي يزورني لاول مره. تهلاو في رواحتكم بزاف بزاف. سلام.